بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. الله بالصف السابع، أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر نادر، معلم التربية الإسلامية بالمدرسة المتحدة. ما زلنا في مرحلة التعلم عن بعد وتحت شعار ملتزمون يا وطن. اليوم بمشيئة الله تعالى موعدنا مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية، الدرس السابع بعنوان التعايش بين الناس. في هذا الحديث الشريف نريد أن نقرأ الحديث الشريف قراءة سليمة، ثم نشرح بعض معاني المفردات الواردة في الحديث الشريف، كذلك نوضح حدود الحرية في المجتمع، ونبين الأسس التي يتم عليها التعايش بين الناس. بداية، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسخر له ما في الوجود، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. من بين الأشياء التي سخرها الله عز وجل للإنسان ألا وهو البحر. وفي البحر يستفيد الإنسان منه ببعض الأشياء الكثيرة أو بعض النعم الكثيرة، منها السفن ومنها اللؤلؤ ومنها المرجان إلى غير ذلك من النعم التي وضعها الله سبحانه وتعالى في البحر. كذلك أيضا السفن التي تنقل الإنسان من مكان إلى مكان والتي تمشي فوق سطح البحر. فللسفن دور مهم في حياتنا، أريد أن نبين أهمية السفن في حياتنا على سبيل المثال، منها أنها وسيلة لنقل الركاب والبضائع، كذلك أيضا أنها تستخدم للتجارة والصيد. والذي يجعل هذه السفن العملاقة تمشي فوق سطح البحر أو تمشي على سطح الماء أو على ظهر الماء هو الله سبحانه وتعالى أو قدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا القوانين الكونية التي أودعها الله في الكون. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخالق الطبيعة، وهو وحده منظم لقوانين الكون وتسييره. ولذلك فهذه الأحكام هي التي تنظم حياة البشر. فالقانون الطبيعي الذي أوجده الله عز وجل في الطبيعة يتماشى مع الشرع الإلهي الذي أمرنا الله عز وجل به، والذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يحدث لو تعاون الناس بعضهم مع بعض؟ فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ولكن لا بد من التعاون بين الناس أو التعايش بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على أصناف متعددة، وسخر بعض الناس إلى بعضهم البعض، فكل منا يحتاج إلى الآخر. في الحديث الذي معنا اليوم رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لدينا بعض
معاني المفردات الواردة في الحديث الشريف القائم على حدود الله، أي المنفذ لحقوق الله سبحانه وتعالى والمطيع لأوامر الله عز وجل وأحكامه وقوانينه، كذلك الواقع فيها أي المتجاوز للحدود. استهموا أي اقترعوا على أماكن الركوب أو مكان الركوب في السفينة، خرقنا أي شققنا السفينة وثقبناها، أخذوا على أيديهم أي منعوهم من خرقها. في هذا الحديث الشريف يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية التعايش بين مكونات المجتمع، وينبه إلى الضرر الذي قد يحصل من خلال التصرف غير الحكيم الذي لم تراع فيه مصلحة المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فإن لكل إنسان حرية شخصية، ولكن حرية هذا الإنسان تنتهي عند بداية حرية الآخرين، لأن من ضوابط الحرية الشخصية مراعاة مصالح الآخرين ودرء المفاسد عنهم، فأي تصرف مشروع في أصله قد يصبح غير مشروع إذا نظرنا إلى نتائجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث بقوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعلمنا طريقة عرض أفكارنا بأسلوب التمثيل وبأسلوب التعبير عن قيمنا الأخلاقية والسلوك الحضاري بمشهد حسي، إما لتقريب المعنى إلى الذهن أو إلى العقول، أو لزيادة البيان أو البيان والتوضيح. فهل تستحضر مثلا على ذلك من القرآن الكريم أو السنة الشريفة؟ فالقرآن الكريم مملوء بالأمثلة التي تدل على تقريب المعنى إلى الذهن أو زيادة البيان والتوضيح. من هذه الأمثلة حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. نريد أن نبين من هذا الحديث المشبه والمشبه به ووجه الشبر. نجد أن المشبه هو القائم على حدود الله، المشبه به كمثل الربان أو قبطان السفينة أو القائد للسفينة. وجه الشبه هي القيادة والتوجيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوجهنا لأنه هو القائد، كذلك قبطان السفينة أو ربان السفينة أو قائد السفينة أيضا يوجهها لأنه هو القائد. وأيضا في المثال الثاني، المخالف لحدود الله هو من يخرق السفينة. وجه الشبه بينهما هو الإفساد في الأرض، فلا يضر نفسه فقط بل يضر المجتمع أو من معه. كذلك الدلالة الثانية في الحديث الشريف أن المسلم عليه أن يحافظ على حدود ربه سبحانه وتعالى، فيصون أحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد من يطيعه ويطيع رسوله بجنات تجري من تحتها الأنهار، فقال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نريد أن نصف موقفا حفظنا فيه حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، ألا وهو طاعة الوالدين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الوالدين، كذلك أيضا حفظ الأسرار واحترام المعلمين. الدلالة الثالثة للحديث الشريف كما ذكرنا سابقا بأن لكل إنسان حريته الشخصية، ولكن تنتهي حريته عند بداية حرية الآخرين. فالإنسان في الإسلام حر، ولأنه يعيش مع غيره فعليه أن يراعي حقوقهم كما يريد أن يراعي غيره حقه. لذلك فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاعتداء وعدم الظلم، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والعقلاء عليهم أن ينصحوا المنحرفين عن الحق والخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى،
كما وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن على المسلم أن يحافظ على حياته وأيضا أن يحافظ على حياة الآخرين في الحديث الشريف: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نريد أن نجسد معنى الحديث الشريف الذي معنا اليوم في قانون المرور. القائم على حدود الله أي الملتزم بتنفيذ أوامر تنفيذ القانون وهي الشرطة التي تطبق القانون، الواقع فيها وهو المخالف لهذه القوانين قوانين المرور، أخذوا على أيديهم أي المخالفة النتيجة تؤدي ذلك إلى السلامة من بعض الحوادث الموجودة. فإذا لم تكن هناك شرطة ولم يكن هناك قانون للمرور، نجد أن المخالفات أو الحوادث تزداد يوما بعد يوم. كذلك أيضا على المسلم أن يكون واعيا حتى لا يلحق الضرر بالآخرين، لأن إلحاق الضرر بالآخرين حرام شرعا سواء أكان بقصد أم بدون قصد، فالنية الحسنة لا تصلح العمل السيء ولا تعفي من المسؤولية. يحتاج الناس إلى خبرات بعضهم البعض، ولذلك سخر الله عز وجل بعض الناس لبعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة مادحا إياه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم هو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة والتأني في الأمور. ماذا نفعل إذا علمت أن أخاك سيخرج في رحلة مع أصدقائه؟ بما تنصحه؟ بماذا ننصحه؟ ننصحه بالحذر وأخذ الحيطة، وبشرط أن أيضا أن لا يؤذي الآخرين أو يكون سببا في ضرر أو إيذاء الآخرين. كذلك كما ذكرنا بأن المسلم أو الإنسان لا يستطيع أن يعيش في المجتمع بمفرد منفردا معزولا عن باقي الناس، ولكن لا بد من التعاون بين أفراد المجتمع. فأكد الحديث الشريف على التكامل بين مطالب الفرد ومطالب الآخرين لما فيها من قيم إيجابية للتواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، وهذا ما نعيشه على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق العدل والرخاء والمساواة بين جميع الجنسيات وما يقيمون على أرض هذه الدولة الحبيبة. فلا يفرق حكام الإمارات أو شيوخ الإمارات حفظهم الله بين مواطن ووافد، ولكن كل إنسان يقيم على أرض هذه الدولة يأخذ حقوقه كاملة وأيضا يدفع ما عليه من واجبات. نريد أن نبين سبل التعايش الإيجابي. التواصل، الشاهد من الحديث استهموا. السبيل الثاني وهو الحوار، فقالوا الشاهد من الحديث فقالوا، والسبيل الثالث لا ضرر. هم فكروا في خرق السفينة لأنهم لا يريدون أن يؤذوا غيرهم، في قولهم لم نؤذي. التناصح، الشاهد من هذا الحديث منعوهم لأن خرقهم للسفينة لا يغرقهم وحدهم بل يغرق جميع السفينة ومن على ظهر هذه السفينة. احترام القوانين والنظم تؤدي إلى سبل التعايش، الشاهد من هذا الحديث نجوا ونجوا جميعا أو النجاة للجميع. في نهاية الحديث نريد أن نبين أن هناك سبل وطرق للتعايش المجتمعي بين الناس أو التعايش الإيجابي بين الناس، منها أن الإنسان يحب مجتمعه وأن يتحاور مع غيره وأن يلتزم بقوانين المجتمع الذي يعيش فيه وأن يحترم رأي غيره كما يحب غيره أن يحترم رأيه، وأن يتوجه بالنصح لغيره، وأن يتجنب إلحاق الضرر بالآخرين سواء كان بقصد أو بدون قصد. الآن نذهب إلى أنشطة الدرس. تصور ماذا يمكن أن يحدث لو خرق من هم أسفل السفينة نصيبهم من السفينة. سيؤدي ذلك إلى غرق السفينة، والغرق لن يكون لفئة دون فئة، ولكن السفينة بكاملها ستغرق وكل من عليها سيكون مصيره الهلاك. أهم أسس التعايش في المجتمع المسلم هي الحوار على سبيل المثال، وأن نحترم الرأي الآخر، كذلك أن نلتزم بالقوانين أو المعاهدات أو الأحكام،
وكذلك أيضا عدم إلحاق الضرر بالآخرين. معنى كلمة استهموا أي اقترعوا حدود الله، أي أحكام الله عز وجل وشرائعه وأوامره وقوانينه، أخذوا على أيديهم أي منعوهم. السؤال الرابع: المسلم عليه أن يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى ليكون سعيدا في الدنيا ويفوز بالآخرة بجنة الله سبحانه وتعالى ويرضى الله عنه في الدنيا والآخرة. إذا علمت أن أحد الجيران أراد إجراء إصلاحات على البناية دون إشعار الجهة المعنية، فكيف تتصرف؟ عليه أولا أن تقدم له النصيحة بأن هذا الإجراء لا بد له من إبلاغ أو إشعار الجهات المسؤولة، فإذا لم يستجيب لك فعليك أن تخبر الجهات المختصة، لأن هذه تعد أمانة سيحاسبك الله عز وجل عليها يوم القيامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأل الله أن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.